صباحكم الله بالخير مشاهدي الكرام، نرحب فيكم أجمل تحية في برنامجكم الضحى العود في يوم الخميس. في البداية أقدم أحر التعازي القلبية لشقيقي عبد الله دشتي، وأيضا جروب الضحى العود لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده، ونسأل الله الصبر والسلوان لذويه بإذن الله تعالى. اليوم عندنا فقرات نتمنى بإذن الله تعالى أن يعني تحوز على رضاكم، راح نشوفها من خلال هذا التقرير ومن ثم لنعود بإذن الله تعالى. في حلقة الضحى العود تشاهدون تمارين الضحى اليومية مع سبعان السبعان وحوار شيق مع بطل الراليات في الكويت والشرق الأوسط المتسابق مشاري الضفيري، ولقاء ممتع مع فريق القادسية لكرة قدم الصالات بمناسبة التتويج، وأخيراً فقرة إرادة وتحدي مع فيصل الموسوي. نبتدي فقراتنا مشاهدينا الكرام مع الكابتن سبعان السبعان، نشوف هذا التقرير ومن ثم لنا عودة إن شاء الله. الله بالخير مشاهدينا في برنامج الضحى العود في فقرتكم الرياضيه. طبعا على الاجواء الحلوه هذه راح اقدم لكم تمرين اليوم حق منطقه الظهر. طبعا منطقه الظهر من اهم الاجزاء اللي بالجسم لازم انك تقويها. ليش؟ لان عضله الظهر ممكن تولد لك اصابات باي مكان بجسمك، فبالتالي مثلا اذا رايح حتى لو انت رايح الجمعيه او رايح اي مكان او اي رياضه انك تمارسها او اي شيء في ثقل حسيت انك بتشيله ممكن تحوشك اصابه بظهرك، فبالتالي اهم منطقه لازم انك تحافظ عليها وايضا انك تقويها اللي هي عضله الظهر. راح نبلش بالتمرين الاول. التمرين الاول طبعا راح يكون جدا سهل، معاي جهاز الدامبلز راح ابلش فيه التمرين الثاني. شوف لاحظ معي التمرين الاول راح اثبت ايدي امام جسمي بالطريقه هذه، من بعدها ارفع جسمي بالكامل الى الخلف، ارفع ظهري، طبعا قاعد اغوص ظهري قاعد تشد معاي اكثر فاكثر، طبعا الكوع يكون على الارض مع نزلتي مع صعدتي، ارفع كوعي الى الاعلى وبالتالي راح تشد معاك اللي هي منطقه الظهر. شوف لاحظ معاي ايدي تكون ثابتة على الارض، ارفع ظهري، طبعا هذا التمرين الاول بينت لكم اياه. التمرين الثاني راح يكون معاي اللي هو بالدامبلز، راح يكون بالطريقة هذه، اثبت جسمي بالطريقة هذه، من بعدها انزل الى الامام، من بعدها اصعد مع صعدتي او مع نزلتي الدامبلز الى الامام، واثني اركب مع صعدتي اي بجانب جسمي واشد صدري الى الامام كاني اغوص ظهري، ولما تغوص ظهرك صدرك راح يبرز الى الامام فبالتالي تشد معاك اللي هي عضله الخلفيه. لاحظ معي نزلت اثنيت رجلي الدامبلز الى الامام، ابرز صدري الى الامام واغوص ظهري، حاول طبعا انك تمارس التمرين اكثر فاكثر بعدات اكثر فاكثر، راح تحس فيه وراح يشد لك ظهرك.
نفس ما ذكرت لك، اهم جزء بالجسم او اهم عضله بالجسم اللي هي عضله الظهر، على اساس ما تحوشك اصابه باي جزء من جسمك. وهذا كان تمريننا حق اليوم، تابعوني بحلقات مقبله بتمارين جديده. شكرا للكابتن سبعان السبعان. حقق الفريق الاول لكره القدم بالصالات بنادي القادسيه لقب بطوله كاس الاتحاد للمره الخامسه في تاريخه، وهو رقم قياسي في سجل الابطال المسابقه. لم ياتي هذا الانجاز الذي حققه الملكي من فراغ، بل جاء نتيجه تضافر جهود الجهازين الفني والاداري للفريق الذي عكس على اداء اللاعبين الاصفر، وقدموا ايضا مستوى عالي في هذه البطوله. بمناسبه تتويج القادسيه بلقب الصالات في كأس الاتحاد، معنا اليوم برنامج الضحى العود كابتن خالد الضفيري مدير فريق القادسية لكرة قدم الصالات. حياك الله كابتن ويانا. وأيضا على الطرف الآخر كابتن حمزة أشكناني لاعب الفريق الأول وكابتن الفريق، حياك الله ويانا. الله يحييك، مشكورين على الاستضافة. الله يسلمك. في البداية بس مشاهدينا الكرام نشوف هذا التقرير ومن ثم نجي لقائنا. إذن في البداية مشاهدينا الكرام تحدث مع الكابتن خالد الضفيري، هذا اللقب أكيد له مكانة وشأن في بالكم، تحدثنا عن البطولة الأخيرة اللي حققها الأصفر في الصالات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، يعني كانت بطولة قوية جدا، يعني تعتبر أقوى بطولة في الصالات، كأس الصالات في هذه السنة. كانت نظام مجموعتين، مجموعة كنا فيها مع العربي والجهرة والسالمية والتضامن، ومجموعة ثانية كان الكويت وكاظم اليرموك وصليبخات. فالحمد لله أنا تصدرنا إحنا المجموعة، وكانت مباراتنا طبعا فصالة بيننا وبين العربي، فزنا فيها ولعبنا قبل النهائي مع اليرموك، وقدرنا بالذهاب والإياب نتغلب على اليرموك، مع ان اليرموك فريق يعني كان جدا جدا صعب، بس الحمد لله هم الفرق المميزه حقيقه في كره القدم. اليرموك نعم عنده عناصر جدا مميزه في كره قدم الصالات. نعم. طيب نروح حق كابتن حمزه. حمزه، انت من اللاعبين المميزين والخلوقين، وشلون تشوف المستوى الفني الحقيقه واللي اثبت فيه الاصفر جدارته الحقيقه من خلال حتى المواسم الماضيه؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الفوز هذا وشاكر لك مع اللقاء. بالنسبة حق فوزنا بالبطولة، طبعا ما هي من فراغ، احنا ضيعنا راح علينا الدوري، كنا في المركز الثالث وخلينا عهد على روحنا ان ندش البطولة هذه لازم نسوي شيء، احنا معودين يعني كجهاز اداري كفني جماهير ان ما نطلع من الموسم الا بطولة، ما حالتنا نحط بالدوري فين الكاس مثل ما تقول هذا اسمه، ما نطلع يعني الا نبي الكاس. كانت مجموعتنا في البدايه يعني تاهلنا احنا والعربي قبل النهائي، مباراه صعبه جدا مثل ما قال اخوي خالد الضفيري، مباراه صعبه ذهاب واياب مع اليرموك، الحمد لله رب العالمين قدرنا نتجاوزها، لعبنا نلعب النهائي. النهائي مباراه صعبه ما فيها اي فريق بعد واصل النهائي، العربي كان متقدم علينا، نرد احنا نتعادل. كم انتهت المباراه؟ 5-2 كانت. 5-2 اي، بس اول شيء العربي هو متقدم، احنا نرد نتعادل، العربي يتقدم مره ثانيه واحنا نرد نتعادل. وقدرنا الحمد لله يعني من ضباطنا التكتيكي وخبره لاعبينا ان نقلبها وناخذها
الحمد لله على العالمين. ألف مبروك مرة ثانية. كابتن خالد، يعني شكل المحترفين اللي ظهروا عليه بشكل كبير، بالإضافة إلى جهود يعني الحقيقة الإدارة في هذا المجال، وأيضا أكيد هناك عناصر إحنا نقول خلف الكواليس، من توجه له الحقيقة التحية في هذا الفوز أو تهدي له هذا الفوز؟ صراحة دي حق الشيخ فهد أحمد الفهد، هو مدير اللعبة كلها، من استلم اللعبة من 6 سنوات، أنا اشتغلت معه في هالست سنين، كان عندنا استقرار إداري، استقرار فني. 6 سنوات ما حد تغير، مدرب، الستاف نفسك. فبس 6 سنوات كده أنا نحصل على 9 بطولات ومركز ثاني في قارة آسيا. فأنا أوجه له التحية صراحة لأنه داعم للعبة في كل ما. طيب استطلع. بالنسبة لمستوى الحقيقة المحترفين سانتوس وجامو، شو رأيك في المستوى الفني مالهم؟ والله مستواهم، احنا قال اخوي حمزة انه راح علينا الدوري راح، لان المحترف جامو يعني متأخر، كان عنده عقد، ومحترف عندنا كان مصاب. فلعبنا تقريبا القسم الاول كله محترف واحد اللي هو رافائيل سانتوس. بس محترفين يعني جامو لما يعني جامو هو احسن لاعب في برازيل 2014 لاين، يعني خط يلعب في البرازيل. فالشيخ ما قصر، قدر يتواصل وجاب لنا وبين على مستوى يعني عالي جدا. نعم. طيب كابتن حمزة، يعني شنو الشيء اللي ينقص لاعب كرة قدم الصالات في الكويت بوجهة نظرك؟ شوف بشكل عام احنا نعاني من ما في صالة خاصة حق اللعبة. هذا معاناة يعني يمكن في كل اللعبات، يعني كل اللعبات، فما بالك يعني كرة الصالات، يعني ما في يعني حتى المنتخب بيستعد، يعني حسب ما اسمع انه يجر له مثل يروحون صالة القاعدة البحرية او انه يطلبون الصالة من اتحاد اليد، ساعات يتعاون وياهم هذا ومع بعض الاندية. نعاني من عدم وجود صالة عندنا. نعم. التغطية الاعلامية اللي احنا بحاجتها رغم وجود جمهور يعني يعني يحضر المباريات، غير ان انت سبقت في سالفه التغطيه الاعلاميه، كنت باجل السؤال حق كابتن يعني ان شاء الله اكيد نحتاجه. في بدايه الدوري اذكر كابتن كان في نقل وكان في يعني حماس وجمهور ومتابعه اعلاميه كبيره، حسيت شويه ان نزل المستوى ولا المتابعه ما كانت بالمستوى المطلوب؟ والله احنا يعني نقول مع الاسف ان الاعلام ما يعني ابتعد عن بشكل عام، بشكل عام طبعا. نعم. ان يعني تعد عن اللعبة، مع أن اللعبة لا يعني قاعدة جماهيرية كبيرة، يعني منتخب قوي، منتخب جدا قوي، وصل كأس العالم، كأس العالم. نعم. فاز على مصر، مصر كان دورة أعتقد اللي قبلها 5 على العالم، دولة رائدة في الدول العربية، وبظرف سنين قليلة يعني وصل 4 على قارة آسيا. فأنا والله نعتب على الإعلام إن ليش اللعبة هذه شوي تصير فيها اهتمام أكثر. إن شاء الله إن شاء الله، ويمكن منا للمسؤولين في القناة إن شاء الله، يعني من اللعبات الجميلة وفيها أيضا حماس كبير وأيضا مستوى مميز، وإن شاء الله إحنا نقوم في دورنا على أكمل وجه، وعاد باجي الإعلام ما لنا شغل فيه. ياريت كابتن حمزة تحدثنا عن الجماهير، هل تشكل عامل ضغط كبير؟ إحنا نعرف إن دائما هناك جماهير وراء العربي والغادسية، لكن أيضا اليرموك فريق كبير يمكن ما عنده هذا الدعم الجماهير، هل هذا يشكل ضغط على لاعب الصالات مثل ما يشكل ضغط على لاعب مثل كرة القدم في الملاعب الوسطية الحضرة؟ والله شوف بالنسبة لنا احنا كلاعبين يعني شوي عندنا خبرة. انا واحد من الناس السنه في جمهور سواء العربي او القادسية، حتى العربي لما يملي المدرج يعني يطرب اللاعب، يعني يونس اللاعب لما يكون في حضور، ترى الرابطة شيء، ولما احنا اذا ربعك 4-5 يوني يحضرون انت تشجع، ما بالك اذا جمهور تعصب مدرج. نعم. والجمهور الملكي بصراحة مو مقصر معانا، خاصة بلعبة قبل النهائي، والنهائي يعني فول المدرج كان دافع وايد كبير لنا، وبالعكس ما يشكل ضغط، ما شوية يشكل ضغط، بالعكس يعطيك متعة وحماس أكثر بالملعب يعني. نعم. طيب كابتن خالد، يعني حصول فريق كرة قدم الصالات يعني بس في نقطة تفضل بالنسبة للجمهور، ترى جمهور الصالات يختلف عن الجماهير، يعني باللعبة الحلوة حتى لو يكون فريق ايش اسمه هم يستانس ويصفق، جمهور الصالات لأن لعبة جدا حماسية، فتشوف لو فيها درجة من المتعة كبيرة، يعني أي لقطة أي حركة ممكن تفعل وياها حتى لو يكون شو اسمه
زين. دور الجهازين الفني والاداري في تهيئه اللاعبين نفسيا بدنيا خاصه المباريات الكؤوس تختلف اكيد عن الدوري. والله احنا الحمد لله يعني عندنا اكثر من لاعب خبره ولهم سنين في يعني مثل كابتن حمزه، كابتن سيد مسوي، حارس مرمى عبد الرحمن الوادي. فهذا ايام قبل كنا يعني نقعد ونتكلم وياهم يعني، بس الحين اكثر شيء انا اشكر اخوي حمزه يعني شايلين اكثر شيء بالشغله هم، يتكلمون اللاعبين الصغار واللاعبين اللي توهم. فالحمد لله ان اللاعبين كلهم على قلب واحد وتشوفهم كل المباريات ابطال. ما له داعي يعني تلتقي فيهم قبل المباريات تتحمسهم، هذا شيء موجود عندهم. موجود، وهم تشوفهم قبل بيوم يجتمعون عندنا احنا ديوانيه في النادي للاعبين الصالات، بتشوفهم بالديوانيه متحمسين حق. حتى اذكر اخوي حمزه كان متحمس يقول متى النهائي نلعب. نعم. انا ناطر الشغله اذكرها لان ترى سبب انا حتى يمكن ذكرته بلقاء سابق. الحمد لله العمين فضل من الله يعني وتتويجنا، بس سبب رئيسي ترى فوزنا وهو يدري صار عنده الديوانية اللي سويناها يعني بالنادي. كان لها الفضل فيها ابو محمد، لان الديوانية تدري انت تتمع قبل التمرين بعد التمرين، تقعد كل ما يكون فريق اللاعبين ويا بعض اكثر يعني على روح واحده قلب واحد على قلب واحد. هذا فالسر كله ترى عنده، انا دائما اقوله بالديوانية اللي ابو محمد والشيخ فهد الحمد ما قصروا. هذه يعني الحقيقه تحسب لمجلس الاداره والقائمين على هذا الفريق اللي بالنهايه يعني خلى روح الاخوه احنا نقول يزرعها بشكل اكبر حتى خارج الملعب. طيب حصول فريق كره القدم عندكم على الصالات على وصافه بطوله الهدية الاسيويه 2015، تحدثنا عن كسر الاحتكار. القادسيه اليوم حط يعني رجله بشكل قوي في هذه البطوله. شوف بالنسبه حق البطوله انا ما شاركت فيها، كنت بعيد عن الفريق فترة. أكيد قلبك وياه. أكيد أكيد شيء أكيد. واحد يتابع أي فريق مثل الكويت إحنا نتابع، ما بارك إذا نادي وفريقي. البطولة كانت وايد قوية على مستوى آسيا، ودش الفرق النخبة طبعًا، وقدر نادي القادسية يحط له يعني بصمة بالبطولة بالنسبة من مجموعات لتأهله للمباراة النهائية. يعني لو أتوقع أنا لو الحكم زاد دقيقة بعد يمكن يقلبون النتيجة الرابع، كانت انتهت فرق جول هي لآخر ثواني يعني. وهذه يميز لعبة الصالات أن لآخر ثانية تلعب أنت ما تدري شنو النتيجة. الحمد لله العالمين قدروا الربع جهودهم يعني حطوا اللي عندهم، لعبوا لآخر ثواني ما حالفهم التوفيق، بس يظل إنجاز هذا لهم. ثاني بطولة آسيوية قبل المنتخب المشرف كان يعني رافع اسم ديارات نعم الرابع على آسيا ومتأهل كأس العالم. فهذا يبين لك دليل أن كرة الصالات في الكويت قاعدة تتطور حتى من مستوى الخليج على مستوى يعني إذا نتكلم منتخبات عربية كمنتخب كنادي الحمد لله العالمين. ويعتبرها ترى سبق حق نادي القادسية أن أول نادي يحقق بطولة يعني مركز ثاني على مستوى آسيا. هو حمسة ترى قاعد تصيد من الأسئلة يعني قاعد يسبقني بخطوة ما شاء الله عليه. طيب أساس نطور مستوانا بشكل أفضل، وأنت إداري مخضرم في هذا المجال، شلون نرفع من مستوى كرة قدم الصالات في الكويت؟ والله أن الصراحة بالمحترفين يعني محترفين لما يعني شوف نادي الكويت، نادي كاظمة، نادي اليرموك، قادسية دائما والعربي طبعا لا تنسى والعربي اسف لا انا مو عن شيء لا على اختيارهم للمحترف المختار. نعم يعني العربي باقي الأندية ما فيها يعني هذا الاهتمام، اعتقد الدعم شوي عندهم. حتى السالمية فترة السالمية اختياره جدا كبروبا لاعب منتخب البرازيل، فالمحترفين هذا هم اللي يزيدون يعني من مستوى اللاعب يرفعونه لفوق. ف يعني هالسنين الاخيره السنتين ثالث طابه كان الاختيار جدا جدا ممتاز للانديه. وهالسنه يعني حتى الكويت ياب لاعب صراحه من احسن لاعبين في العالم، لوكين يلعب بيفوت راس حربة مثل ما نقول في منتخب البرازيل. فهذا شوف مستوى لاعبينا يعني ارتفع وراح يرتفع اذا استمرينا. طيب وجود المحترف اضاف لك شخصيا حمزه تتابع محترفين معينين، منو تتابع ايضا من الفرق العالميه في هذا المجال في كره قدم الصالات؟ اول شيء بالنسبه حق المحترفين شيء اكيد استفيد منه سواء اللاعب اللي معاي او اللاعب ضده. المحترف دائما يعطيني خبره يزيدني يعني دافع في الملعب سواء اللي معاي اكيد استفيد منه، واللي ضدي انا طبعا حكم اني العب اخر لاعب ورا، فدائما عندي اكثر عندي تعاقد مع لاعب
محترف يكون في البيفوت في الهجوم، فتكون منافسة يعني ما اسمه قوية دائما، فأكيد تستفيد منه أكيد يعني سواء لاعب يعني مهاري كان وتكتيكي تستفيد منه. طيب من الفرق اللي تتابعها؟ فرق اللي تتابعها والله الفرق يعني الفرق المشهورة على منطقة آسيا فرق إيرانية، دوري إيراني قوي عندك، دوري القطري على حسب المباريات لعبات إذا كانت مرغولة هم نتابعهم، بس أعتقد تجهيزات جميلة عندهم. إيه بس أعتقد بروز المنتخب الإيراني على مستوى آسيا زاد المنتخب الياباني هو اللي يعطيك يعني دائما متعة لما تطالعهم وتتابعهم. طيب يعني بكل صراحة شنو تطمحون كابتن خالد في المواسم الجايه؟ انت اليوم القادسيه مثل ما تفضلت ينافس على الدوري بشكل كبير وخذاه قبل هالمره الكاس، شنو طموح القادسيه اكثر البطوله الاسيويه الاخيره؟ هذا شيء طيب. والله احنا ان شاء الله نطمح ان ناخذ بطوله اسيا، يعني احنا فرقنا مو سهل، انا احنا شاركنا مرتين في اسيا ما اللي طافت في إيران، اللي قبلها في الصين تعادلنا مع بطل الدورة السابقة اللي هو الفريق التايلندي في آخر 14 ثانية تعادل معنا، قدمنا مستوى كبير بس احنا طلعنا بفرق الأهداف مع وصعدوا علينا الفريق التايلندي. طيب حمزة منو اللاعب الكويتي ها اللي تتمنى وجوده في فريق القادسية وليش؟ والله شوف هو مكسورا في الربع القادسية كل من يتمنى يكون فيه، يعني أي لاعب يتمنى يكون في القادسية، بس أكيد في لاعب مثلا ترتاح له. والله على حسب حارس المدرب طبعا، أنا ما بيظلم، لا أتكلم بشكل شخصي يعني يعني يمكن أذكر لاعبين يعني عبد الرحمن طويل من أميز اللاعبين ولاعب منضبط في الملعب وسبق أنه كان مع الفريق في البطولة الآسيوية يعني اشوفه هو الانسب ان يكون متواجد معنا. طيب بصراحه ليش ما ظهرتوا بالصوره المطلوبه في الدوري؟ قلت لك انا قبل احنا لعبنا قسم كامل محترف واحد. كويت، كاظمه، العربي، اليرموك كلهم محترفين اثنين. فاحنا محترف واحد اثر معنا. يعني اثر شو اسمه؟ طيب قرات علينا 9 نقط في القسم الاول، معنا القسم الثاني كله خسرنا مباراه واحده بس. طيب شلون تشوف مستوى اللعبه في الكويت تطورها وشنو شايف له قدام؟ على مستوى الدوري عندنا يعتبر اعتقد طبعا اقوى، مو هذا اكيد اقوى دوري في الخليج، وعلى اساس يمكن يطلع ثالث رابع في قوه الدوري، لان انا قلت لك احنا تقريبا 22 او الى 20 محترف عندنا من برازيل واسبانيا. نعم. طيب اذا هناك كلمه اخيره كابتن حمزه اشكنان. والله بالبدايه احب اشكركم على الاستضافه هذه، وشغله ثانيه احب اشكر مدير اللعبه عندنا الشيخ فهد الاحمد واخوي الكبير خالد الضفيري ومشرف عادل كرم على يعني تحملهم و ويعني مو مقصرين معنا شاهد الله يعني مع الفريق، واحب اشكر جمهور الملكي اللي حضر النهائي وعلى راسهم الشيخ خالد الفهد، يعني كانوا يعطونا دافع واتمنى دوم يكونوا موجودين، واحب اشكر اخواني اللاعبين بالاخير بالنسبه لي انا شخصيا معي يتحملوني شوي. شنو الامنيه الشخصيه اللي تتمناها؟ والله امنيه شخصيه نفس ما قال محمد ان شاء الله هذا ناخذ دوري ابطال اسيا ان شاء الله باذن الله تعالى. انا بخلي الكلمه الاخيره لك كابتن خالد، وحقيقه انتم نورتونا اليوم في برنامج الضحى. والله احنا بس نشكركم على هذا اللقاء ونشكر مجلس اداره القادسيه على راسهم الشيخ خالد اللي دعمنا ويا بالنهائي كان موجود، والشيخ فهد احمد الفهد اللي قائم على لعبه الصالات. شكر لكم موصول، وان شاء الله باذن الله تعالى نستمتع يعني في دوري قوي باذن الله تعالى الموسم القادم، ويكون هناك نقل واهتمام اعلامي اكبر باذن الله تعالى من جميع القنوات والصحافه الرياضيه. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم. اذا مشاهدي الكرام ننتقل الى فقره اخرى هي فقره اراده وتحدي وزميلنا الاستاذ فيصل موسى. فيكم أعزائنا المشاهدين في فقرة الإرادة والتحدي من برنامج الضحى العود.
اليوم إن شاء الله بنتكلم عن العادات العشر للشخصية الناجحة، بناخذها سلسلة على أكثر من حلقة، ويوميا أو أسبوعيا بنتكلم يا عن عادة واحدة أو عادتين بالكثير عشان نحط تركيز كبير عليهم. اليوم بنتكلم عن العادة الأولى وهي عادة تحديد الأهداف. كل شخصية ناجحة، وايد ناس نشوفهم ناجحين نقول الله يوفقهم، شانصة وياهم، الحظ ماشي وياهم. سالفة مو سالفة حظ ماشي وياهم وخلاص، لا، ولا شانص وخلاص، لا، السالفة وما فيها أن ريال شخصيته ناجحة. شخصيته ناجحة تتكون من 10 عادات، راح نفصلهم حلقة ورا حلقة بالتفصيل. أول عادة مثل ما ذكرنا هي عادة تحديد الأهداف. الشخص الناجح يتميز بعادة تحديد الأهداف الناجحة. تشوفه مميز بتحديد أهدافه. الأهداف عندنا 3 أنواع. أول أنواع الأهداف أهداف قصيرة المدى. أهداف قصيرة المدى دائما تأخذ لها من ربع ساعة لسنة. أي هدف يأخذ له من ربع ساعة لسنة هذا يعتبر هدف قصير مدى. أي شيء تخلصه يعتبر قصير مدى أخلصه بأكثر من سنة، أنا عندي غلط بخطتي أو بتحديد الهدف أو بتنسيق الهدف أو بخطة الهدف نفسها، فلازم أخليه من ربع ساعة لسنة بس. عندنا النوع الثاني من الأهداف الهدف اللي هو متوسط المدى، دائما يكون ما بين سنة لخمس سنين. فمثلا لما أخلص دراسة الجامعة اللي طلب مني 4 ماكسيموم 5 سنين أخلصها بأكثر من 5 سنين وهي تعتبر متوسطة مدى، معناتها أنا فاشل بوضع الهدف أو الخطة اللي ماشي عليها، فلازم أوازن الأمور بهالخطة هذه. النوع الثالث من الأهداف الهدف اللي هو طويل المدى، يأخذ له من 5 سنين ليطول العمر. شكل بيتك شلون بيصير، مستقبلك الوظيفي، مستقبل عيالك، أي شيء يتم وياك طول العمر هذا يسمونه طويل المدى، من 5 سنين وانت طالع. عشان كذي الشخصية الناجحة تميز ب3 أنواع مميزة من الأهداف. أول نوع اللي هو الهدف الديني، النوع الثاني هدف اجتماعي، الثالث هدف شخصي. لما نتكلم عن هدف ديني، حلو أن يكون عندي هدف ديني أسعى له بشكل يومي أو بشكل أسبوعي. مثلاً مثال على هذا، أحدد أسبوعياً أنا أخلص جزء من القرآن أو عدد معين من القرآن، أو أني أصوم كل 2 وخميس، هذا هدف ديني عندي أنا أرضي ربي فيه. فأهداف دينية من بينها قراءة القرآن، من بينها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لما نشوف خادم عامل على ديانة ثانية غير الديانة الإسلامية، أحاول أضمه أو أدعي لله سبحانه وتعالى أو للدين الإسلامي، هذه يسمونها دعوة للإسلام، دعوة لله سبحانه وتعالى، فأحاول أدعيه، هذا هدف ديني يعتبر. النوع الثالث أو المثال الثالث أني أصر أن صلواتي تكون 5 في المسجد، هذا هدف ديني. يمكن إحنا وايد مقصرين أنه ما نوصل للمسجد بال5 صلوات، خلنا نعتبره هدف ديني بالنسبة لي، أصر عليه يوميا أروح المسجد بال5 صلوات. بالنسبة لي أنا حددت الجوانب أو الأهداف الدينية. عندنا الأهداف الاجتماعية، حلو أن الشخصية الناجحة تكون مميزة بأهدافها الاجتماعية. مثال على هذا، حلو أن بنهاية اليوم قبل لا ينامون العيال حق المدارس أخصص لي ساعة أو ساعتين أقعد وياهم، أنا مع زوجتي وعيالي ألتم وياهم، أقعد وياهم أنا مع أمي وأبوي أخواني خواتي، أقعد أتيمع وياهم. هذا يسمونه هدف اجتماعي، أخصص لازم يومياً، لا نخلي الدنيا هي تسيرنا، احنا نسير الدنيا. وايد صاير جفاء بيننا، في وايد عيال بالاسبوع ما بغى يشوف يمكن ابوه او امه، طول اليوم ابوه بالبيت يرد وهو يطلع، بالليل يرد ابوه نايم فما يشوف ابوه. وايد ناس يجون يمكن كاستشارات يقول ما عندي وقت اني اقعد ويا اهلي، لا هو في وقت بس الوقت هو قاعد يمشيك مو انت قاعد تمشي الوقت، وهذه شغله غلط قاعد نسويها بحياتنا. فحلو اني اخصص لي زواراتنا اللي تصير بالويكند، حلوه هالزوارات هذه نخصصها كل ويكند، نتجمع مرة بالأسبوع قاعد حصل إن شاء الله لو مرة بالشهر. العادات اللي إحنا نزور فيها المرضى هذه عادات اجتماعية نحاول نلتزم فيها، زيارة المرضى حتى اللي ما نعرفه نحاول نزوره يقوي علاقاتنا الاجتماعية. النوع الثالث هي أهداف شخصية. الأهداف الشخصية وايد مهم إني أركز عليها، أحط لي هدف كل شهر أحققه، هدف كل 3 أشهر، هدف كل نص سنة، هدف كل سنة. حلو أني أحط لي أهداف تحسسني بقيمتي، بذاتي، بثقتي بنفسي، تعزز مكانتي بالمجتمع. مثال على هذا، حاول أنمي لغتي الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، أتوسع مداركي. أحط لي هدف أن أنا ممكن إذا بارع في الرياضة أحقق إنجاز بها الرياضة هذه، فهذه يسمونها أهداف شخصية تنضاف لي كل مرة.
مثل ما قلنا أهداف قصيرة مدى، متوسطة مدى، طويلة مدى، التقسم حق أهداف دينية، اجتماعية وشخصية. بنتكلم عن عادات جاية إن شاء الله بالحلقات الجاية. تابعونا بحلقات جاية مرة ثانية. إذن مشاهدينا الكرام، نشكر الحقيقة الأستاذ فيصل المساوي الحقيقة على هذه النصائح، ويعني الحقيقة فقرة جدا جميلة. لكن خلينا ننتقل إلى فقرة أخرى وإنجازات كبيرة ما شاء الله ومتعددة لضيفنا مشاري الضفيري، تضاف إلى سلسلة الحقيقة هؤلاء الأبطال في رياضة السيارات بعد أن حل أولا في الفئة الثانية MIRC2 ووصيف رالي الكويت الدولي 2016 في الجولة الثانية، وهو أحد أعضاء فريق دراجز 965. حياك الله يا أخوي مشاري، وأنا سعيد الحقيقة في وجودك معي اليوم في برنامج الضحى العود. صباحكم الله بالخير ومشكورين على استضافتكم لنا في هذا البرنامج. أول شيء ما شاء الله احنا انت تأخرت علينا، بس عذرك وياك، ما شاء الله الإنجازات كبيرة والدروع وايدة ما شاء الله والله يكثرها وتمم عليك بالخير، بس تحدثني بس عن البطولة الأخيرة وهذا الإنجاز اللي يضاف لنا فعلا ككويتيين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البطولة الأخيرة اللي هي كانت رالي الكويت الدولي شاركنا فيها وحضرنا لها من البطولة المحلية، كون البطولة المحلية كانت تقريبا من 3 جولات، والبطولة المحلية هي عبارة عن رالي كويت دولي بس مصغر من حيث المراحل وهذا، فحاولنا أن يعني نضبط أمور السيارة والتكنيكال تبع السيارة ونطور من نفسنا. وكان معي مشاركني أخوي البطل القطري، أوجه له التحية، ناصر سعدون الكواري ملاحي اللي أضاف الكثير في هذه البطولة. الحمد لله خلصنا يعني البطولة المحلية اللي قبل رالي كويت دولي المركز الأول في كافة جولاتها، وانتقلنا على رالي الكويت الدولي. طبعا مشاركة دولية، مشاركين منافسين من خارج دولة الكويت لهم باع في هذه الرياضة. حاولنا أن يعني من بداية الرالي أن نتأقلم مع يعني مع هذول الأبطال ونجاريهم، وقدرنا أن في اليوم الأول أن نستحق يعني الصدارة فيها في هذه المجموعة، مجموعتنا مجموعة نون اللي هي MIRC2، وما يعني كملنا اليوم الثاني في هذا الرالي. الحمد لله ما واجهتنا يعني مشاكل كبيره. طيب قبل كل مشاركه رياضي يعني اكيد هناك تجهيزات فنيه، لكن احنا نتكلم عن التجهيزات النفسيه، انت شلون ترتب نفسك حق هذه البطولات؟ والله شوف يعني دائما انا اشارك راليات، بس مثل هالرالي هذا يعني سبحان الله من بدايته كنا محضرين جيد، لكن انا نفسيتي ما كانت يعني قاعد اقول ممكن يعني في مجال انه راح يعني ما راح نكمل الرالي، لكن الحمد لله في كل ستيج قاعد اخلص يعني قامت تزيد ثقتي في الفوز وفي الفريق. مارسنا لين وصلنا السياره الخط النهايه، وقاعد اقول حق ناصر، قلت له ناصر ترى الحين عندنا من جليعه ليه الفنطاس فالطريق بعيد، يمكن السياره ما راح توصل للنهايه. قال لي لا ان شاء الله بتوصل، والحمد لله خلصنا الرالي على خير. وهذه يعني تعتبر اضافه لرياضه السيارات، كوني انا احصل بوديوم في رالي الكويت دولي او في رالي دولي في بطوله الشرق الاوسط. طيب حققت المركز الثالث في الترتيب العام بعد انتهاء المرحله الاستعراضيه التي اقيمت في حلبة السرب بزمن قياسي، بزمن جيد، ساعه و52 دقيقه اعتقد. ما شاء الله عليكم، ايش دراك ما شاء الله، يعني ترى 3 ثواني يمكن. اي تقريبا. طيب شلون كان التحدي من اجل كسر هذا الوقت؟ والله شوف دائما المرحله الاستعراضيه تكون خاصه للجمهور، وهي طولها تقريبا 1.8 كيلو، بينما يعني باقي مراحل الرالي يعني هذه تعتبر مرحله، ومراحل الرالي 222 كيلو فهذه لا تعتبر شيء يعني قدام اللي يكون ثاني يوم وثالث يوم، فلا بد انك تكون يعني محافظ على السياره، انك ما تواجه او تحصل لها مشكله كبيره تمنعك من المنافسه في المراحل الطوال هذه. فالحمد لله يعني احنا عندنا طابع خاص في المراحل الاستعراضيه ونعرف شلون نكسب الوقت في هذه الاستيجات. طيب يعني خوضك المجريات اليوم الثاني والثالث رالي الكويت الدولي 2016 في منافسة حادة وفي سياق ما شاء الله أو سواق مخضرمين، شلون قدرت تنافسهم؟
والله طبعا كلهم هذولا من جيلي اللي كانوا يشاركون في، يمكن في ناس اقدم شوي، لكن انا عندي طابع الافضليه كون الارض ارض الكويت والارض هذه ارضي. فكان الهم الكبير يعني بغض النظر ولا قصورا في الربع والمنافسين، لكن الهم الكبير انه بيني وبين السياره يعني لا تنكسرين، لا يصير فيك خلل، ولا يعني الامور طيبه، المراحل حافظينها عن ظهر غيب. على صخر ها اي لا تقطينا لما المراحل الحمد لله يعني حافظينها عن ظهر غيب يعني. نعم. وعندنا الافضليه فيها يعني لو نكون سيارتنا 100% ما حاتي. شلون توضح لنا الافضليه؟ يعني هل ممكن تذهب الى الميدان نفسه تحضر ذهنيا، تحضر من ناحيه يعني انك تكتشف الميدان بشكل اكبر؟ هذا بالنسبه حق صاحب الارض. خلينا نقول انا بقول لك شيء، صاحب الارض دائما تكون يعني عنده بالفطره عارف ارضه وعارف التضاريس فيها. وغير هذا عندنا بطولة المحلية قاعد نشارك في نفس المراحل، فهذه أكيد يعني أنا أعطيك أفضلية كصاحب إيه حافظ. نعم. المراحل عن ظهر غيب يعني وين اللي يعورها، وين اللي تقدر تكسب فيه، غير لما يدش لك واحد يعني من برا وبطل هو لكن ما يعرف وين مثلا تاخذ الثواني من هذا الستيج، القصة هذه القطعة هذه شيء يعني مو قصو يعني على قولتهم قصوص أو إنك قطوعات كبيرة، لكن إنك كتات يعني هي تفيدك ولاينات تفيدك في التوقيت العام للراجل. يعني بعد اعتمادك على الله اكيد السياره اهم شيء يعني. أيوة انه ما تخون يعني. أيوة والله. طيب يعني جلوس صاحب خبره كبيره متمكن كملاح وياك يساعدك ناصر الكواري، شنو الاثر اللي يعني تركه لك؟ والله شوف عليك. يعني ناصر سعدون كواري من عائله عريقه وابوه وجه له التحيه، سعدون يعني رفيج الوالد من ايام من مؤسسين رياضه الراليات ابوي احمد ظفيري. نعم. ف يعني انا التمست وياه يعني طابع خاص انه هو يعني هم عنده حس يعني قياده فيضيف لك مشاري، لا انت تاخرت هني مشاري ترى وقتنا يعني زين، حافظ مثلا بنص المرحله او شيء حافظ وقتك زين وماشيين صح. غير هذا يعني ناصر صاحب قرار في السياره داخل، يعني لما تصير مثلا عندنا شغله او يعني مثل ما تقول لما تكون انت كسائق يعني عندك القرار يمكن تردد شوي في الموضوع نفسه، اما يكون مع مثل معاك بطل مخضرم مثل ناصر السعدون الكواري لا اكيد يعني راح يجزم لك في الموضوع يعني مثل ما يقول يعطيك دافع قوي انك تكون اجرأ شوي من قرارك انت بروحك يعني. نعم. طيب يعني نشوف بس هذه اللقطات اللي تحدثنا عنها اخوي مشاري. هذه لقطات من رالي الكويت الدولي، طبعا مقتطفات فات تتويج هني. نعم الحمد لله. طبعا الحمد لله ما صارت لك مشاكل بالسيارة؟ لا شيء كبير او شيء يذكر لا، شغلات بسيطة تفاديناها وحاولنا ننتقلم معها يعني. المستوى العام لمثل يعني ها الراليات اللي تقام بالكويت؟ والله شوف يعني اليوم بكل صراحة، لا بكل صراحة اليوم انا يعني افضل اني انا اشارك في رالي الكويت الدولي، كون البطولة من اقوى بطولات المحلية في الشرق الاوسط من حيث عدد المشاركين من حيث التجهيزات، يعني انت قاعد تدش اليوم رالي محلي لكن على مستوى دولي من حيث المعدات من حيث التراكنج سيستم الجي بي اس، انه يعني ما في تقول يعني مجال للغش او مجال لاختصار الطريق او يعني في يعني مثل ما انت عارف يعني. فهذا كله مقطوع عندنا في الكويت، غير هذا ان الارض حلوه وسلسه ارض الكويت وتعطيك يعني دافع انك تسوق وانت مرتاح يعني. وجود البطل العالمي ناصر العطية يعطي نكهة خاصة، ايش رايك في مشاركته؟ طبعا ناصر العطية هذا مو بطل قطري، بطل العرب وبطل الخليج، ولا راح اتوقع انه راح يجي يعني يوم من الايام بطل مثل ناصر العطية. اكيد راح يضيف لرالي الكويت الدولي ونفتخر فيه انه يشارك في رالينا، وهو يعني كانت بداياته في رالي الكويت المحلي وكذي، فهو له يعني معزه خاصه يعني لرالي الكويت. نعم. استاذنك بس ناخذ هذا الاتصال مع شقيقي سيف عوض المطيري مدير عام نادي باسل الصباح، حياك الله ويانا اخوي. الله يبقيك، الله يحييك طال عمرك واحييك واحيي ضيفك والمشاهدين. كابتن يعني نبي نسالك سؤالين كذي اخفاف بس، ما هو انطباعك عن الانجاز اللي حققه البطل السابق مشاري الضفيري في رالي الكويت 2016 في الجوله الثانيه من بطوله الشرق الاوسط للراليات وحصوله على المركز الثاني؟ بس راح نعطيك حقك بالرد بشكل كامل، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا حاب اني اشكر يعني تلفزيون دوله الكويت وقناتكم حقيقه قناه سبورت على استضافه ابطال الكويت في يعني رياضه المحركات بشكل عام سيارات الدراجات،
وهذا يعني يدل على شيء، انما يدل على يعني ان قناتكم الكريمه تحث على يعني نشر الوعي الرياضي للمحركات في دوله الكويت. بالنسبه لرياضه يعني الراليات، عندنا في نادي باسل سالم الصباح وبطلنا مشاري الضفيري حقيقه حقق لدوله الكويت يعني انجاز الاول، طبعا لاول مره يعني يحقق بطل كويتي بطوله الشرق الاوسط في جروب ان سنتين متتاليتين لله الحمد والمنه، وهذا شيء يعني يدل على حرص يعني مشاري وفريقه والناس اللي قاعد يساعدونه لله الحمد، يعني على انه يرفع علم الكويت في المحافل الدوليه دائما، ويعني على 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 كذا سنه متتاليه. نعم. هذا الشيء طال عمرك يعني لله الحمد ما جاء من فراغ حقيقه، تدريب مشاري واللجنه الفنيه حقيقه ب يعني رئاسة الشيخ عدبي نايف جابر الأحمد ومشاري السبتي حقيقة والجروب اللي يساندهم، ودائما كانوا حريصين أن يكون عندهم مشاركات في الجولات اللي طبعا أنت اليوم لما تحقق مركز أول في بطولة مثل الشرق الأوسط لازم يعني تشارك في عدة دول، يعني من ضمن الدول اللي هي قبرص ولبنان والأردن والإمارات وعمان وقطر، يعني الكويت يعني اكثر من دوله، فهذا كله ما جاء وليد لحظه، بالعكس يعني مشاري حقيقه احنا شادف مجروحه فيه، وانا احب اعقب على كلامه من الساعه لما اثنى على يعني المتسابق ناصر بن خليفه العطيه، وهو لله الحمد يعني علم من اعلام هذه المنطقه حقيقه، ويمثل يعني دول مجلس التعاون الخليجي ويمثل الدول العربيه، لكن احنا نتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى ان يطلع من دوله الكويت ان شاء الله ابطال امثال ناصر بن خليفه العطيه بدعم حقيقه، يعني ناصر بن خليفه العطيه عنده دعم حكومي لا محدود حقيقه، يعني احنا نعرفه وعن قرب. نعم. ونتمنى باذن الله تعالى ان يكون عندنا في دوله الكويت دعم للمتسابقين الكويتيين امثال مشاري واخوانه في من دوله الكويت حقيقه، من الدوله انا اتوقع ان دعم الرياضه هذه اكبر من الهيئه العامه. نعم. طيب اخوي سيف، هناك خطط للنادي لتطوير مهارات السائقين الفنيه في الراليات في الكويت مستقبليه، هناك خطط معينه تحب تذكرها؟ والله احنا بالنسبه حق اخونا مشاري الحين يعني لله الحمد والمنه هو راح يكون بطل الكويت في المشاركات في الخارجيه وعبر يعني بطولة الشرق الأوسط، إضافة إلى ذلك احنا اجتمعنا مع إخواننا في اللجنة مع رئيس اللجنة الشيخ عدم النايف ومساعده مشاري السبتي على أساس أن يكون في عندنا معسكر تدريبي للمتسابقين إن شاء الله بإذن الله تعالى، راح يحددون الدولة والحين في مفاوضات حقيقة مع دولة أنه يكون يعني لهم معسكر تدريبي لزيادة حقيقة يعني الفنيات عندهم ويعني الاحتكاك بالمتسابقين، يعني انت اليوم لما تروح تشارك في دوله ثانيه راح تكون الارض غير والمتسابقين غير يعني في اشياء فنيه لازم انت تكون لك انت تجربه عمليه في المشاركه. نعم. لازم تكون عن قرب يعني. نعم. طيب هل من كلمه اخيره؟ والله انا احب حقيقه اشكركم واشكر اخوي مشاري وجميع يعني المتسابقين، ونقول لكم باذن الله تعالى ان شاء الله في الموسم القادم حابين ان جميع من يريد ان يشارك في نادي باسل سالم الصباح يتوجه لنا، ونشكر حقيقه يعني الهيئه العامه للرياضه ووزاره الشباب، ونطلب منهم باذن الله المزيد من الدعم للمتسابقين. شكرا جزيلا كابتن سيف المطيري مدير عام نادي باسل الصباح، شكرا جزيلا لك، واعتقد اشاده في محلها. والله الله يجزاه خير بعوض، مو مقصر طبعا، دائما يكون قريب منا، نسمع منا، يسمع منا، ويعني ما اعتبره انا مدير نادي، اعتبره اخو كبير، كونه دائما قريب منه، يعني واحد من ربع، عرفت؟ نعم. فمشكور أخ أكبر يعني. اي والله. نعم. طيب لاحظ ان في سواق يعني يستمتعون ويتطلعون للتجربه في رالي الكويت، ليش يعني بالذات يعني يركزون على هذا الرالي؟ لانه يكون رالي دولي، ودائما يعني انت تقصد مثلا مشاركين محليين. نعم. تعتبر له مشاركه دوليه، ناهيك عن الاحتكاك مع الابطال والناس المشاركه من برا. فهذا يضيف له، يقيس مستواه مع الناس وعلى المستوى الدولي، ففرصه يعني اذا الناس جايتك من برا للكويت وانت في ديرتك تقدر انك تحضر بتكلفه اقل وتنافس الابطال اللي جايه من برا. طيب اخوي مشاري، يعني شلون نطور هذه الرياضه عندنا بالكويت وبكل صراحه؟ والله شوف، اليوم يعني هذه الرياضه مكلفه،
وتحتاج يعني انك اذا انت بتطور وبتصعد. احنا اليوم قاعد نلعب على الام ار سي 2 اللي هي جروب ان الفئه الثانيه، ناصر عطيه اليوم قاعد يشارك في الفئه الاولى. فاليوم لابد انه يكون يعني لك رؤيه مستقبليه لهذه الرياضه. كيف رؤيه مستقبليه؟ لازم تكون لك تكلفه، مثلا احنا عارفين التكلفه، مثلا بجت خاص يعني يكون دايركت ينزل من بدايه السنه، يعني مو انك تناقش مثلا الهيئه العامه والشباب الرياضه مشكوره على راسهم الشيخ احمد المنصور والدكتور حمود فليطح وجاسم الهويدي، لكن ان هذه الرياضه ما تحتاج انه يعني روتين وما روتين، تحتاج فريق، فريق يندفع له، هذا الفريق يقوم يحط جدول للبطل نفسه، والبطل هذا يقوم يعملون كمحترفين تقصد؟ اي نعم. من حيث التفرقات، من حيث الدعم، من حيث هذا التفرقات كلمة. ان شاء الله انه ما في يعني عليها مشكله، لكن المشكله انه في البجت نفسه، انك تحط مثلا برنامج كامل وتوقع وكل سنه تجدد فيه، يعني مو كل سنه مثلا تطلب كل رالي براليه احنا قاعد نطلب. فهذا يعني يمكن اللي قاعد ياخر عمليه التطوير عندنا. تقصد انه تحط خطه عندنا. يعني سنويه ومن ثم نبني موجوده عليها. الخطه السنويه. نعم. احنا قاعد نشارك في بطوله الشرق الاوسط، بطوله الشرق الاوسط تكلف المبلغ الفلاني، بس موافقه وخلاص يندرج المبلغ هذا للفريق والسايق خلاص تنسونا للسنه الجايه. نعم. طيب شلون يعني كابتن مشاري يشوف الراليات، مستوى الراليات والمتسابقين الخليجيين، وكيف نصل الى العالميه؟ والله شوف، نصل الى العالميه لازم يكون في استمرار. يعني اليوم ناصر عطيه خلص من رالي الكويت الدولي، طبعا خلص من رالي الكويت الدولي راح عندك رالي ابو ظبي الصحراوي خلص فاز فيه، راح رالي الحين سيلين عندهم في قطر، ومن قبلها كان جاي من رالي الارجنتين اعتقد او رالي دولي، وقبلها كان جاي من رالي قطر، فمن سياره رالي لسياره رالي، يعني الله يوفقه ان شاء الله. فهذا اكيد راح يعطيك انت افضليه عن غيرك في كونك في الحس دايم وفي المود نفسه، اكيد راح تنتج وتعطي وتزيد من لياقتك الرياضيه بهذه السباقات. نعم. طيب يعني احنا نقول وين يضع مشاري خبرته او كل خبرته ما يملك في اي وقت بالرالي بالتحديد؟ يعني قصدك في الكويت او برا مثلا؟ نعم، في الرالي الاخير. في الرالي الاخير طبعا في عندي مراحل انا امتاز فيها، دائما يقولوا لي انت مشاري انت سريع بالفلات، يعني بالخط السيده انت سريع، في ناس مثلا ترفع البنزين وتدوس مره ثانيه، انت اذا في قدامك خط سيده ما ترفع خلاص سيده. فهذا يمكن يعني في عندنا مراحل اللي هي مراحل خيران، الزور، عندك بعد مرحله بنيدر، هذول انا امتاز فيهم يعني كونهم مراحل سريعه جدا. عندك جليعه، هذه انا من ألذ المراحل عندي يعني. نعم. بس هناك يعني امور السيفتي تكون يعني مجهزه بشكل كامل. اكيد اكيد طبعا، انت ما تكون مشارك في الرالي الا بعد موافقه اللجنه الفاحصه للرالي وهي معتمده من الاتحاد الدولي، كونها جايين ناس مراقبين من برا طابق شروط الامن والسلامة على السياره. نعم. طيب من يقف ويدعم مشاري؟ والله عندنا الشيخ محمد خالد الجراح، اوجه له التحيه، رئيس فريق الدراج 965، هو اللي قاعد يدعمنا صار له 3 سنوات الحين، واقول يعطيك العافيه ابو خالد ومدير فريق انور اليتامى. ناهيك عن نادي الشيخ باسل على رئاستهم الشيخ علي الفواز، اوجه له التحيه، وعندك الشيخ عذب النايف هم اوجه له التحيه. عذب النايف الشيخ طبعا هو له بسوالف المحركات، فدائما اخذ منه استشارات ميكانيكيه، وصدق بالفعل يعني الموسم هذا اضافت لي كثير، كوني انا كنت شويه عانده يقول لي حط كذي اسوي، بالعكس يعني ازيد الباور. فالحمد لله السنه هذه يعني توفقنا، والاخ سيف عوض، وعندك الجندي المجهول مشاري السبتي اللي هو منظم البطوله، من اصغر منظمين بطولات المحليه في منطقه الشرق الاوسط. طبعا هذول اللي يعني الحقيقه اللي ودي اشكرهم. عندك الهيئه العامه شباب الرياضه الشيخ احمد المنصور، دكتور حمود فليطح، دكتور جاسم الهويدي، هذول الاشخاص اللي لا يمكن يعني ما خليت احد انت ما شاء الله. اي لا لا ما ننساهم، بس اساس نعطيك الفرصه كامله في الشكر. الله يعني يجزاك خير، ويستاهلون الحقيقه يعني كل من تقدم له مشاري الحقيقه، بما انه يدعم شبابنا هذا شيء جميل، خاصه من يحققون هذه الانجازات. طيب نرجع شويه حق اهم يعني وسائل الامن والسلامه. والله شوف سيارة الرالي تكون يعني حتى نعكس هذا الانطباع إلى الشباب اللي حاب يدخل هذا المجال. صحيح. مشاري. نعم. عندك سيارة الرالي بالذات يعني تكون من بدايتها مجهزة، خاصة هي اللي يكون رول كيج، القفص الحديدي داخل السيارة،
وعندنا السيتات الكشنات نعم. عندك الفاير سيستم مالها نظام الاطفاء الحريق داخل عندك سيارة تكون مصفحة من يعني من تحت ومن فوق مثل المخيطة باللحيم يعني فالحافظ الله عندك لبسك غير يعني الخاص في الرالي يكون معتمد من اتحاد دولي عندك الهانز والهلمت اللي يكون خاص عن بعد الرالي لحماية الرأس والرقبة والجسم عندك الحزام أمان من 6 نقاط يكون يعني يكون ماسكك بإحكام في السيت نفسه الحافظ الله طبعا وهذه يعني يعني وسائل أمن والسلامة يعني مشددة ومو أي واحد يركبها لازم واحد يكون معتمد من الاتحاد الدولي فالحمد لله الحافظ الله إيش رأيك يعني هناك يعني من كان حفر اسمه يعني في هذه البطولات وسواق لهم باع طويل لكنهم اختفوا والله شوف يعني عندنا من اللي له حفروا أساميهم من ذهب البطل الإماراتي محمد بن سليم البطل القطري سعيد الهاجري الوالد أحمد ظفيري طارق وزان المرحوم عندنا أبطال كثيرة عندنا أبطال واقفين طبعا عن الساحة الحين مفيد مبارك مشعل النجادي وايد أسماء طبعا عصام النجادي نتمنى أنهم يردون طبعا هذولا في أمل أنهم يردون بس الناس الكبار خلاص نتمنى أنهم يردون يضيفون للرياضة هذه الكويت تستاهل أنا اللي أعرفك وتو بعدكم شباب والكويت تستاهل يعني أكيد أنكم تضيفون لها في هذه الرياضة نعم طيب لك هواية ثانية مشاري والله هواية الحين جانا موسم الصيف طبعا أنا أحب الجيتسكي فراح نطلع ناخذها الصيف هذا بعد رمضان إن شاء الله وإذا لحقنا قبل رمضان شوي نستانس في البحر البحر يعني يوسع الصدر شوي أكيد طيب شنو التحقيقات الغالبة إن شاء الله والله إن شاء الله عندنا رالي الأردن الدولي بتاريخ 5/5 قاعد نسعى الحين في إجراءات الدعم لها عام شوب رياضة نتمنى أن نخلص في الوقت المناسب ورسالة ومناشدة أوجهها لهم الهيئة العامة شباب الرياضة الشيخ عبد المنصور الدكتور حمود فليطح أن إن شاء الله نشارك في هذه الرالي كوننا إحنا الحين متصدرين في بطولة الشرق الأوسط توب 3 أتوقع وتوه البطولة ونتمنى أن يعني بطولة 2013 مشاري الظفيري 2014 بطولة جروب مشاري الظفيري كويتية طبعا 2015 البطل صلاح بن عيدان أوجه له التحية أبو خالد اللي نتمنى وجوده معانا في الراليات باجي 2016 ما ودنا انها تطلع من الكويت 3 سنين حرام انها تطلع فنتمنى ان ناخذها طبعا ان شاء الله الشيخ محمد خالد جراح وفريق الدرق 965 يكونوا متواجدين معانا وان شاء الله ان راح يعني نجتاز هذا الرالي ونفوز فيه ان شاء الله باذن الله طيب كلمتك الاخيره مشاري ولو ان اللقاء معك ما يمل وهذه الإنجازات اللي سطرتها وتستاهل كل خير إن شاء الله والله يوفقك والله أقول لكم يعطيكم العافية على استضافتكم لنا والاستضافتكم لأبطال الكويت الكويت تستاهل طبعا أهدي فوزي هذا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد ولي عهده والشعب الكويتي وأهدي الفريقي دراج 965 والوالد أحمد الظفيري وإن شاء الله تشوفون يعني مو بس مشاري الظفيري قاعد يضيف للكويت إن شاء الله كل المتسابقين فيهم كل الخير والبركة إن شاء الله نشوف رؤية في المستقبل للرياضة هذه وتحققون كل أمانيكم بإذن الله تعالى وإحنا يعني لنا أمنية كبيرة أن الله يحفظك ويحقق لك كل أمانيك بإذن الله تعالى وأنت يعني من الناس المميزة وتستاهل كل خير وقاعد ترفع فعلا راية الكويت خفاقة في كل مجالات بس بصلوح العيدان يحب رالي الأردن بشكل كبير أي يحبه أي والله قاعد أحن عليه حين إن شاء الله أنه يرضى ويوافق يروح معنا تستاهل كل خير وأنت أيضا نموذج للشباب الحقيقة الطموح واللي فعلا قادرنا يعمل شيء لهذا البلد شكرا جزيلا لك ونورتنا في الضحى العود الله يجزاك خير ويعطيكم العافية ومشكورين إذا نختم الحقيقة مع بطلنا مشاري الظفير وتمنى لك الخير وتوفيق كانت هذه يعني حلقة نهاية الأسبوع في برنامج الضحى العود لكم تحيات الفريق العامل إلى اللقاء